تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 البطولات التالية: الدوري المصري والدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي وكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والدوري البرتغالي ودوري نجوم قطر. في البداية بنستسمح حضراتكم بلايك واشتراك، ويلا بينا مع التفاصيل. أولا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم 8 مباريات بالجولة 34، وهي كالتالي: المباراة الأولى البنك الأهلي ضد إنبي، تقام في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر والخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 2. المباراة الثانية سموحة ضد فاركو، تقام بنفس التوقيت 4:30 بتوقيت مصر والخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 3. المباراة الثالثة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، تقام بنفس التوقيت 4:30 توقيت مصر والخامسة والنصف توقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1. المباراة الرابعة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، تقام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف توقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 3. المباراة الخامسة غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري، تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والعشرة والنصف توقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت. المباراة السادسة بيراميدز ضد الجونة، تقام بنفس التوقيت 9:30 توقيت مصر والعشرة والنصف توقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2. المباراة السابعة المقاولون العرب ضد المصري، تقام بنفس التوقيت 9:30 توقيت مصر والعشرة والنصف توقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 3. المباراة الثامنة الزمالك ضد إسترن كومباني، تقام بنفس التوقيت 9:30 توقيت مصر والعشرة والنصف توقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1. ثانيا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة الخامسة، وهي كالتالي: المباراة الأولى فولهام ضد برايتون، تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والتسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والسادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. المباراة الثانية كريستال بالاس ضد برينتفورد، تقام بنفس التوقيت 8:30 بتوقيت مصر والتسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. المباراة الثالثة ساوثهامبتون ضد تشيلسي، تقام في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والعشرة إلى ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. المباراة الرابعة ليدز يونايتد ضد إيفرتون، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. ثالثا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة الرابعة، وهي كالتالي: المباراة الأولى ساسولو ضد ميلان، تقام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والسبعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب. المباراة الثانية انتر ميلان ضد كريمونيزي، تقام في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر والعشرة إلى ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب المفتوحة. المباراة الثالثة روما ضد مونزا، تقام بنفس التوقيت 9:45 بتوقيت مصر والعشرة إلى ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ستارز بلاي أب المفتوحة. رابعا مباريات كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة الثالثة، وهي كالتالي: المباراة الأولى موريتانيا ضد العراق، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية. المباراة الثانية المغرب ضد جزر القمر، تقام بنفس التوقيت 6 بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة لبنان ضد السعودية، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية. المباراة الرابعة مصر ضد سوريا، تقام بنفس التوقيت 9 بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية. خامسا مباريات الدوري البرتغالي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة الثالثة، وهي كالتالي: بنفيكا ضد باكوس دي فيريرا، تقام في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والعاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية. سادسا مباريات دوري نجوم قطر، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الخامسة، وهي كالتالي: المباراة الأولى أم صلال ضد الريان، تقام في تمام الساعة 4:10 بتوقيت مصر والخامسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية. المباراة الثانية السلية ضد السد القطري، تقام في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مصر والسابعة والثلث بتوقيت السعودية وقطر.